مرحبا، يعطيكم العافية. معكم روضة محمد، أخصائية التغذية من الاتحاد اللوثري مركز أمان المجتمعي في الزرقاء الجديدة. اليوم بدنا نحكي عن أضرار السكر، السكر الأبيض طبعا. مثل ما بنعرف أنه مجتمعاتنا العربية في عندها استهلاك سكر كتير عالي، في كتير ناس بيحبوا السكر، بياخدوا القهوة كتير حلوة أو الشاي حلو، المشروبات كتير حلوة، بيستهلكوا حلويات بشكل كتير كبير. الأول نقطة بدي أحكي عنها أنه تناول السكر بيؤدي لارتفاع هرمون بالجسم اسمه هرمون الأنسولين. بس ارتفع هذا الهرمون بيعمل لي خربطة بالجسم كاملة. هذا الأنسولين بصير بيتحول لدهون، الدهون بتتراكم على الشرايين فبيأثر على صحة القلب. ارتفاع الأنسولين ارتفاع هرمون الأنسولين بالجسم بيأثر على الدماغ، بيعطي إشارة أنه بياخد من عنده هرمون، هذا الهرمون اللي بيساعد على التركيز بياخده الأنسولين، فبصير الشخص ما بيركز كتير، بالذات لطلاب الجامعات والطلاب اللي عندهم امتحانات. فبقول لهم ما تاخدوا سكر، ما تاكلوا حلويات أثناء الامتحانات، خدوها طبيعية، ما تاخدوها سكر أبيض أبدا، لأنه كتير بيأثر على التركيز. كمان بيأثر على البشرة، بيطلع لي حبوب حب شباب، بيطلع بثور، بيعمل مشاكل في البشرة، لأنه أساسا الأنسولين أو السكر بيعمل التهاب بالجسم، فبيطلع عن طريق حبوب على البشرة. كمان السكر الأبيض أو الأنسولين، زيادة الأنسولين بتعمل لي تكيس مبايض، ممكن تعمل سكري، مثل ما قلنا بتعمل تصلب شرايين. وحديثا كتير عم يكتشفوا انه السكر الكتير او السكريات الكتيرة انه ممكن يصير بعدين زهايمر، فبدنا ندير بالنا كتير. بدي نروح كمان على نقطة انه السكر الابيض حتى بيأثر على الأمعاء، لأنه هو بيأكل وبيتغذى على البكتيريا النافعة الموجودة على الأمعاء، وكمان إنه السكر هو غذاء السرطان وغذاء كمان الالتهاب وغذاء البكتيريا والجراثيم الضارة. فقدر الإمكان نحن نحاول نخفف السكر الأبيض لحتى يجي يوم نحاول إنه نقطعه، ولو ما قدرنا نقطعه خلينا ناخذه بنسب كتير كتير قليلة، ما تتجاوز المعلقتين صغار باليوم. النقطة الثانية أو الأخيرة اللي رح أحكي عنها هي السكر البني والسكر الأبيض أو بدائل السكر. خلينا نحكي، في ناس بيجوا بيقولوا طيب أنا ما باخد سكر أبيض، رح أخد سكر بني. النقطة اللي لازم أحكي عنها إنه السكر الأبيض والسكر البني نفس الشيء بالسعرات الحرارية ونفس الشيء بالضرر، ما بيفرقوا عن بعض أبدا. أساسا السكر الأبيض نفسه هو السكر البني، بس السكر البني منكرر كتير، السكر الأبيض فيه عليه عمليات تكرار أو تكرير أكتر لحتى يصير لونه أبيض. فما بدنا ناخد لا سكر بني ولا سكر أبيض ولا سكر جوز هند ولا غيره، لأنه كلياتهم نفس الأضرار. ممكن آخد أنا بس سكر طبيعي الموجود بالفواكه أو العسل أو التمر. للناس اللي ما عندهم أمراض، الناس اللي عندهم أمراض تكيس مبايض أو عندهم سكري أو عندهم أمراض تانية، هذين كم نحسب لهم حسبة تانية، شو الحلويات اللي أو شو الفواكه اللي ياخدوها، شو السكريات اللي ياخدوها، فإلهم موضوع تاني بالاتفاق مع أخصائية التغذية ومع الطبيب. وشكرا كتير لكم، نشوفكم إن شاء الله بفيديوهات تانية.